يبحث الناشطون في الحراك الاحتجاجي في محافظة البصرة انتقال التظاهرات إلى مرحلة جديدة تتمثل بالعصيان المدني بعد أن شهدت مقتل وجرح أكثر من 100 مدنيا نتيجة اصطدامات مباشرة مع قوات الأمن، إضافة إلى تطور الموقف إلى اعتداءات على المباني الحكومية ومكاتب الأحزاب السياسية. يجب أن نعزل الجانب السياسي عن الجانب الثاني اللي هو أمني وعلى الجانب الخدمي، وأخطر ما يمكن في هذا الموضوع هو إنزال هذا الخلاف إلى جانب مسلح. ومن بين الأسباب التي دفعت متصدري الحراك الاحتجاجي في البصرة إلى التخطيط لعصيان مدني هي التطورات الأخيرة التي شهدتها التظاهرات وأدت إلى إحراق مؤسسات حكومية ومكاتب سياسية، إضافة إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى. سمعت قرارات مجلس وزراء الموقر هسه قبل لحظات من السيد الرئيس، قاله هاي القرارات قبل شهرين انحكت وياي، شنو تطبق من عدها؟ اي حكي راح يطلعون خبراء؟ المرحلة الاولى بعدكم ما مكمليها، وين راح توصلون؟ يمتى تخلصون؟ ويرى ناشطون ان الحكومة الاتحادية في بغداد لم تتخذ اي اجراء فعلي يتمثل باقالة قائد عمليات البصرة او حل ازمة تلوث المياه وتردي الخدمات والبطالة وغيرها، لذلك فان العصيان المدني يعد احد وسائل الضغط لتحقيق المطالب. وبحسب ناشطين فإن التظاهرات انتقلت إلى مرحلة العصيان المدني للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب المتظاهرين بعد الأحداث والفوضى التي شهدها الشارع البصري. فراس الدليمي، الإخبارية، بغداد.